بيتقال إنه دياب شخص طيب جداً ومؤدب جداً الحمد لله، ومع ذلك بيلبس وش الفيلن كويس جداً، بيتقن قناع الفيلن كويس جداً. والله العظيم وحيات من جمعنا من غير معاد، أنا ما أعرف أنا بعمل كده إزاي والله. أنا بقسم بالله عشان بس ما يعني إيه، لا أدعي بقى الموهبة العظيمة ولا أدعي. لا أنا مش قصدي في التمثيل، أدرس اللي أنا مش قصدي في التمثيل. أمال في إيه؟ أنا قصدي في الحقيقة. في الحقيقة؟ في الحقيقة بلبس قناع الفيلن؟ آه بتتفالين وبتت كده وأنت مش كده، أنت طيب؟ لا خالص ما بعرفش خالص ألبس بجد؟ لا والله خالص ما بعرفش، ده أنا يعني ده أنا حتى لما بحاول بفشل وبيضحك عليا. قفشتك مش وحشة؟ أوي، وقلبتي وحشة أوي. اه يعني لان انا حمول جدا، فلما بنفجر بعمل زي القنبله، الغلطه الاولى هي الاخيره. امتى انفجرت اخر مره؟ لا بقالي كتير الحمد لله، الحمد لله يا رب ما تحصلش، يعني انفجاري بيبقى وحش قوي قوي. الحمد لله يا رب ما تحصلش وحش. بالذات النهارده يا رب. اه ببقى شخص وحش قوي، ما بحبنيش وانا متعصب خالص، يعني مش بحبني، ببقى وحش، ببقى وحش بجد. ايه قناع تاني بتلبسه؟ بص عشان يعني عشان الواحد يبقى واضح، اكيد في اقنعه كتير الواحد بيلبسها بس ممكن ما تبقاش حاسس. يعني اكيد مثلا كلنا بنكذب، بس مش شرط بنكذب عشان ننجى، ممكن نكذب عشان ما نجرحش الاخر، اللي هو عشان ما نقولش الحقيقه الجارحه. فممكن يعني انا ما بسميهاش كذب، بقدم بسميها مجامله، بس هي في الاخر كذب يعني. او جبر خاطر، بس هو في الاخر كذب. وساعات الواحد بيكذب عشان محرج من حد، او مكسوف، او مكسوف من فعل عمله. بس انا يعني لما كبرت شويه بقيت اتكسف من اي فعل عملته، حتى لو كان مهما كان مصيبه. يعني في السنين الاخيره بقى نسبه الكذب عندي قلت قوي. يعني بقى نادرا يعني لو كذبت. ده بعد الجواز؟ من قبل الجواز بفتره، بس مش فتره كبيره يعني، بس من بعد الجواز بقيت يعني فاهمه ملاك.